بأقل من 10 أيام توفيت الطفلة الرابعة في الغوطة الشرقية نتيجة نقص الدواء بسبب حصار نظام الأسد للغوطة الشرقية. الطفلة مرام هي الطفلة الرابعة. سوف نتحدث مع والد الطفلة ليعطينا تفاصيل عن الطفلة، كيف توفيت وما هو السبب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تحكي لنا من وقت ولد الطفلة لوقت اللي توفيت هلا؟ هلا هي من 10 أشهر تقريبا ولدت، في معها كان بكلية واحدة هي، وفي بقى لها بدها مواد طبية، بدها طلعنا عبر برزة وقتها وطلعنا، كان في معبر. فهلا ما عاد في معبر، في نقص دواء، في بدها عملية تانية، بدها متابعة، تسكرت الأطرق، وهالبنت عم تتعذب. صار لها هلا تقريبا يعني 8 أشهر هي عم تتعذب البنت هي، نقص دواء، لا في غذاء، لا في حصار كامل. تقولوا ما في، كل أهل يعني كل الدول العربية متآمرة علينا، لك يا أخي أي دولة بالعالم عم تفرج عليها، ليش على الشعب بس بالغوطة حصرا يعني، ولا الشعب السوري كله يعني بدنا نموت، إذا ما عم نموت جوع عم نموت من نقص الدواء، عم نموت يعني قهر على أخواتنا على هذا، بتلاقي يعني لأيمتى عم ننتام؟ فهمنا هلأ مبارح أول مبارح صار في مجزرة بجسرين أطفال. طيب يا أخي هاي الفصائل هاي، طيب ما ترد على الأسد، لك ما ترد على النظام، يعني لأيمتى بننتمنا نحن هيك؟ لك يا عرب اصحوا بقى، لك فيو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت عملت العملية لطفلتك ولا ما قدرت تعملها ولا شو السبب؟ عملت العملية، العملية كانت ناجحة، بس في أدوية ما تأمنت لها بالمرة، بدها طلعة على الشام بعد ما شافي، بدها هون في ما في أدوية، هون ما في كادر، يعني الأطباء هون يكتر خيرهم، كل واحد ما في اختصاصات. يعني لأيمتى يا أخي؟ كلياتنا يعني كلياتنا مع شعب سوري نحن واحد، لك ما هل هو بشار الأسد ما رئيسنا؟ طيب يا أخي ليش طيب عم يقتل شعبه؟ طيب يفتح ممر إنساني، مازال هو قائد عربي، يفتح ممر إنساني. الله يعطيك العافية. الله يعافيه. إذن الأسد يحاصر الغوطة الشرقية، الأسد لم يستطع قتل الأطفال الغوطة بالكيماوي، اليوم يقتلهم عبر القصف والتجويع. أول أمس مجزرة أطفال في جسرين وفي مسرابة، واليوم الطفلة الرابعة مرام توفيت نتيجة الحصار.